السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة مستجدات المعارك في ريف تعز الجنوبي. صدت قوات الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقعهم في نقيل الصلو الذي يربطها بمديرية دمنة خدير. وقال مصدر في قيادة اللواء 35 مدرع إن الميليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وشنت قصفا على مواقع الجيش والقرى السكنية في المديرية، وأشار إلى أن الميليشيا حاولت التسلل وتنفيذ عملية التفاف على مواقع الجيش في نقيل الصلو، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا أثناء المعارك. وكانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت على نقيل الصلو على مشارف مديرية دمنة خدير جنوب شرق المدينة. يأتي هذا بعد يومين من إعلان المديرية محررة بالكامل، ونتوقف اليوم عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا بعد تحرير الصلو؟ هل سيستمر تقدم الجيش باتجاه الدمنة وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ وهل لدى قوات الجيش الوطني القدرة على الاحتفاظ بالمناطق المحررة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. حانت اللحظة التاريخية الحاسمة التي انتظرتموها طويلا. قبل أيام قليلة أعلنت عملية عسكرية في تعز لفك الحصار المفروض عليها منذ 3 سنوات. مئات المقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في عدة مناطق بالمحافظة. أبرز ما حققته هذه الحملة العسكرية حتى الآن هو تحرير مديرية الصلو بالكامل، والتي منها سيسهل الوصول لدمنة خدير الواقعة على الطريق الرابط بين تعز ولحج وعدن، وتعد المعقل الرئيس ومركز العمليات العسكرية التابعة للحوثيين، ومنها تتدفق إمداداتهم لجبهة حيفان الاستراتيجية ومنطقة الأقروض جنوبا. هذه الجبهات جميعها وبعد السيطرة على الصلو أصبحت محاصرة تماما نتيجة قطع خطوط الإمداد الرئيسية إليها. الأهمية الاستراتيجية للصلو جعلت ميليشيا الحوثي تسعى بجهدها الحربي والعسكري وبقوة لاستعادتها. كان آخر محاولاتها دفعها بتعزيزات عسكرية كبيرة وشن قصف على مواقع الجيش والقرى السكنية في المديرية. الميليشيا أيضا حاولت التسلل وتنفيذ عملية التفاف على مواقع الجيش في نقيل الصلو، أدت إلى معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى. الجدير بالذكر أن الجيش الوطني نجح من قبل في تحرير مديرية الصلو، إلا أن الحوثيين استطاعوا بسرعة استعادتها، ولا تزال المخاوف قائمة من تمكنهم مجددا استعادة السيطرة عليها كما نجحوا في ذلك من قبل. لكن يبدو أن الجيش الوطني هذه المرة مصمم على الاستمرار في تحرير بقية مناطق تعز، أولها الصلو والتي بالتأكيد لن تكون الأخيرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع نائب ركن التوجيه المعنوي باللواء 35 مدرع الرائد محمد القريذي. مرحبا بك رائد محمد. أهلا وسهلا أستاذ العزيز بك وبالإخوة السادة المشاهدين والمستمعين جميعا والحاضرين معك في الاستوديو. أهلا بك. بداية رائد، طلعنا بآخر معارك اليوم في جبهة الصلو بعد أن أعلنتم التقدم نحو دمنة خدير، وواجهتم أيضا هجوم واسع من قبل ميليشيا الحوثي. بالتأكيد بعد تقدم قواتنا إلى منطقة الشرف والسيطرة عليها، لا زالت القوات في أماكنها التي وصلت إليها وتحافظ على المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل قوات اللواء 35 مدرع، وتكمن أهمية السيطرة على هذه المنطقة في كونها منطقة تشرف على منطقة دمنة خدير التي تمثل الخط الرابط بين مدينة تعز ولاحق عدن، إضافة إلى كونها أيضا خط رابط بين منطقة تعز من جهة ومناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيات، وتهديد الخط أو السيطرة عليه معناه قطع الإمداد وتأمين جبهات كرش، إضافة إلى تأمين مناطق حيفان والأحكوم والمناطق التي تتمركز فيها الميليشيات. منطقة الشرق منطقة استراتيجية تسيطر في الوضع الحالي على الخط الاستراتيجي الذي ذكرناه، إضافة إلى المناطق التي ما زالت تسيطر عليها كالأحكوم وحيفان. وانطلاق العملية العسكرية لتحرير المحافظة
ابتداء او وسيطرتها على الصلو تعني تهديد الميليشيات وقطع راس الافعى الذي ما زال ملتويا على منطقه الصل ويهدد منطقه الاحساء حيث والاحكوم ويهدد ايضا جبهه كريش. نعم. بالتالي السيطره على هذا المكان وتامينه معناه ان هناك ستكون خطه قادمه باتجاه بالتقدم باتجاه منطقه تعز بالتزامن مع تحرك الويه المحافظه او الويه المحور التي تشكل فكيت الماشه على معاقل او المؤخره الكبيره للميليشيات التي في المركز في منطقه الحوبان. نعم. طيب نعم. يعني كل المناطق. نعم. طيب رائد محمد، الان انتم في نقيل الصل وتقول هذا الموقع الاستراتيجي الذي يشرف على الخط الرئيسي الذي يربط تعز بعدن، لكن يعني اليوم الميليشيا قامت بهجوم على النقيل، دليل ان هناك ربما لا زالت تملك الميليشيا مواقع مهمه في هذا النقيل. ليست مواقع مهمه، المواقع المهمه قد تم السيطره عليها من قبل الصلاة اليوم 35 مدرع، والمحاولات هي محاولات إيشاء كأي وقت ومحاولات انتقاميه للتعويض عن الخسائر الماديه البشريه التي تكبدها الميليشيات اثناء تحرير منطقه الشرف، ومن الطبيعي جدا ان تعاود الهجوم او تحاول السيطره على هذه المناطق كون طبيعه الحرب تروفت، لكن هذه المره استراتيجية اللواء استراتيجية الجيش الوطني تنسق مع التحالف العربي تختلف تماما، وليس هناك مجال او اي نيه للتراجع او تصفيق هذه المناطق كوننا قدمنا فيها العديد من الشهداء والتضحيات ولم نفرط في ما قدمناه. نعم. طيب رائد محمد ابقى معي ونشرك معنا ايضا في الحديث قائد الكتيبه الاولى باللواء 35 الرائد ناظم العقلاني. رائد ناظم، انت ايضا يعني مقدار الجيش الوطني، قدره الجيش الوطني على الحفاظ على هذه المناطق والمواقع الاستراتيجيه التي وصلت اليها وتم تحريرها في الصلو والاتجاه نحو دمنه خدير، لانه كما تعلم المرات السابقه كان الجيش الوطني يتقدم ثم بعد ذلك تعود الميليشيا وتتمركز في هذه المناطق. يا اولا شكرا جزيلا لكم على اتاحه هذه الفرصه لنا للتحدث عن معركه تحرير مديريه الصلو في يوم 29 يناير 2018، كان يوم تاريخي بالنسبه لمديريه الصلو، حيث تقدمت قواتنا في اتجاه تبه المنيا وقريه الحود وقريه العقيبه وذي عسق والسدل والشرق الى المطل على مديريه خدير وعلى مدينه الدمنه. نحن سابقه لتحرير الشرف والعقيبه كان هناك اخطاء لم نعم خطط والامكانيات هذه المعطيات وفق ما خبراتنا من المعركه السابقه تم الاعداد الجيد. الان منذ ان قمنا بتحرير الشرف والعقيبه والحود والمنيا بقيه عجل وقرى مديريه الصلو لنا اكثر من 5 ايام، الجيش الوطني صامد ويصد اعتى واعنف تقوم به الميليشيات ليلا ونهارا. الى الان احدثك الان والاشتباك لا زال قائما منذ الساعه ليلا مساء الان، ربما كانت اطول معركه نخوضها حتى الان منذ اكثر من عامين. نحن الشباب لديهم معنويات عاليه جدا، صامدون في مواقع اللواء 35 يخطط وينظم العمليات بشكل جيد ودقيق، يعتمد على معطيات دقيقه وصحيحه، ينظم بشكل مدروس قيادات اللواء، كل قيادات اللواء بما فيها اركان حرب اللواء، اركان الاستخبارات، كلهم موجودون نعم. رائد ناظم، هناك إشكالية، صوتك يتقطع أثناء الحديث، أتمنى أن تكون في مكان التغطية فيه أكثر، وسنعود بك الاتصال وسأعود إلى الرائد محمد القريضي. رائد محمد، الرائد ناظم يقول بأنكم واجهتم بالأمس واليوم ربما أعنف
معركة في الصلب منذ انطلاق هذه العملية التي حررتم فيها العديد من المواقع. هذه الاستماتة من قبل الميليشيا التي يعني بالتأكيد تريد العودة والسيطرة على جبل الصلب الاستراتيجي الذي هو مشرف على دمنة خديب. إذا تحدثنا عن القوى التي تملكونها ويملكونها، هل هناك تكافؤ بالقوى؟ هل حصلتم على دعم يعني يكون بالنسبة لكم كافي لصد أي هجوم محتمل من الميليشيا؟ بالتأكيد يمتلك الجيش الوطني بشكل عام واللواء 35 مدرع بشكل خاص القدرة على الحساب على كافة المناطق التي يتم تحريرها. استنادا إلى ما يكون من قوى عسكرية مدعومة بتحالف عربي قوي، إضافة إلى الإيمان من المطلق لأبناء الجيش الوطني وللواء 35 مدرع بشكل خاص بعدالة القضية التي يتعاملون أو يقاتلون من أجلها وإدراكهم لحقوق تحرير هذه المناطق التي قدموا في سبيل تحريرها العديد من التضحيات. وهؤلاء الشهداء هم زملاء للمقاتلين المتواجدين في المعركة ويستعينون في سبيل الحساب عليها وتحريرها ويدافعون أو يدفعهم في سبيل الحساب عليها وتحريرها مبدا الوفاء لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل تحريرها لأجل تحرير كافة المناطق الوطن وبالذات محافظة عز. ومن الطبيعي أن كما قلنا أن تعاود الميليشيات الهجوم على منطقة السلم محاولة استعادتها نظرا للموقع الاستراتيجي والهام للمنطقة، أنها تشرف على عدة مناطق تطل من خلالها على منطقة المواسط التي تشمل قداس ومنطقة سامع ومنطقة التربة. بالتالي لو استطاعت العودة والسيطرة على منطقة السلم هذه كلها المناطق تصبح مهددة وتحت مرمى نيرانها، ولذلك هي تحاول الاستماتة للسيطرة على هذه المساحة الجغرافية الكبيرة التي يسيطر عليها اللواء، وفقدانها لهذه المنطقة يعني فقدانها لرقعة جغرافية كبيرة وهامة أثرت على معنوياتها وأثرت على قدراتها التي استنجدت خلال المعارك السابقة والحالية. نعم. طيب أعود للرائد ناظم العقلاني وأتمنى أن يكون الآن الصوت واضح بالنسبة لنا وأيضا يسمع المشاهدين الكريم بصورة أوضح. رائد ناظم، الآن ربما هناك أخبار تقول بأنه تم قتل قائد لواء 201 التابع للميليشيا في مديرية الصول، ما صحة هذا الخبر؟ أعد السؤال لو سمحت. وصلت أخبار الآن تقول بأنه يعني قائد الميليشيا في اللواء 201 بالصلو تم قتله. أخي هذا القائد رقم 2 الذي يتم قتله في الصلو قبل حوالي شهرين من الآن أو شهر ونصف قتل القائد الأول للواء 201 ميكا المرابط في منطقة الدينة والشريجة وإلى الحوبان. كل من قطع قدمه باتجاه مديرية الصلو سيتم بكر هذه القدم وسيتم قطع رأسه، سيقتل. اللواء 35 عازم وناوي ومصمم على اكتمال مسيرة التحرير باتجاه دينة خدير، باتجاه القروض، باتجاه مديرية سامع، باتجاه الشقب، باتجاه الشريجة للالتحام بالجبهة القادمة من الجنوب، باتجاه الشريجة والقبيطة وحيفان والحكوم. كل التعزيزات الحوثي سيكون مصيرها الهلاك والدمار ان شاء الله. طيب الان اذا ما قطعتم خط تعز عدن وسيطرتم عليه، هل ستكون يعني قوات الميليشيا بجهه الدمنه واتجاه الشرية في معزل تماما عن تعز؟ اذا تمكنا باذن الله تعالى من الوصول الى الدمنه، نعم سيتم فصل الجبهه الجنوبيه في اتجاه لحج عن تعز. خط الامداد الرابط والخط الرئيسي الواصل بين تعز وعدن لجبهه الشريجه لجبهه حيجان والمفراليس لجبهه القبيطه باتجاه سوق الربوع، هذا الخط هو الخط الرئيسي الفاصل وهذا هو هدفنا ان شاء الله خلال الايام القادمه. سيكون هناك مستجدات، نحن نعتمد على تعاون قوات التحالف معنا في التغطية وفي الدعم وفي توفير كل الإمكانيات، وهم لهم الدور الكبير، ونستهل هذه الفرصة لشكرهم جزيلا جدا للتغطية التي قاموا بها في ضرب سكنات العدو، في ضرب
امدادات وتعزيزات العدو، وهذا كان سبب رئيسي من اسباب الانتصار. نحن عازمون على اكتمال التحرير ان شاء الله تعالى، والدمنه والراهده هي طريقنا خلال الفتره القادمه. نعم، مقدار قوتكم وامكاناتكم في فعلا الوصول الى دمنه خدير وقطع هذا الشريان الذي يمد الميليشيا من اتجاه تعز الى هناك؟ لدينا امكانيات لواء عسكري مكتمل التشكيلات من كل الكتائب، ولدينا ايضا اسناد من المقاومه الشعبيه ومن المنضمين من الجيش الوطني الى صفوف اللواء 35، ونحن عازمون وقادرون، والقوه الحقيقيه لا تقاس بعدد الافراد او بالتجهيزات او بالعتاد، القوه الحقيقيه هي قوه القضيه التي تحملها قياده اللواء 35 والتي يحملها افراد اللواء 35 في الدفاع عن ارضهم وفي تحرير هذه الارض من ميليشيا الانقلاب وفي الوقوف الى صف الشرعيه وتحرير كل شبر في هذه البلاد. نحن خلال الفتره الماضيه قمنا باعداد وتجهيز الفرق الميدانيه المتخصصه في ندع الالغام، في الاخلاء، في الامداد، فرق الطبيه، قمنا بتجهيز كتائب مهام خاصه، كتائب قذافه، كتائب مدعيه، قمنا باعداد وتجهيز قوات اللواء بشكل جيد وقوي جدا، يمكنه ان يحقق انتصارات كبيره جدا، فتثبت الايام القادمه امكانيات وقدره وقوه اللواء 35 من اعداد وتدريب وتنظيم، من كفاءه وخبرات لدى الافراد، من ايمان وعقيده لدى الافراد. وهذا ما لاحظته خلال المعركه الاخيره في الصلو، خلال ساعه ونصف افراد اللواء 35 يقطعون اكثر من 3 كيلو متر، يدحرون قوات العدو بشكل مذهول، لم نشاهد الا ميليشيات الانقلاب وهي تسير باتجاه نقيل الشرف. امس في عمليه نوعيه خاطفه يتم النزول الى اسفل نقيل الشرف ويتم اسر عدد من افراد الميليشيات وقتل عدد كبير، والغنائم 20 اطقم واسلحه وذخائر. كنت اود ان يشاهد الكل ميليشيات الانقلاب التي تتميز بالتعجرف وكيف كانت تهرب في اتجاه طريق الدمنه فوق الاطقم، وبعضهم دون احذيه هاربون خلال السوائل وقنوات تصريف الامطار، يختبئون في العبارات، يختفئون في البيوت بين النساء. يعني حاره تمثالها ستتكرر هذه المشاهد ان شاء الله. نعم. خلال تقدمنا في المناطق القادمه باذن الله تعالى. طيب، أشكرك جزيل الشكر الرائد ناظم العقلاني قائد الكتيبة الأولى باللواء 35 مدرع، وأعود لركن أو نائب ركن التوجيه المعنوي باللواء 35 الرائد محمد القريدي. رائد محمد، الإحصائية الأخيرة التي لديكم الآن خلال هذا المعركة الأخيرة التي فيها تم تحرير مديرية الصلب سواء من الميليشيا الإنقلابية أو من صفوف الجيش الوطني والمقاومة. بالتأكيد، وكما تعرف خسائر الميليشيا أو الخسائر في صفوف الميليشيا عادة لا يتم الإصفاح عنها من قبل إعلامهم، خوفا من انهيار معنويات مقاتليهم، إضافة إلى الخسائر المادية التي يتكبدها العدو في الميدان. هذه تكون بالطبع وبالذات معروفة وبين العيان. أما في صفوف قواتنا فأعتقد على ما يقارب إلى الآن منذ انطلاق المعركة ما يقارب 7 شهداء، وإضافة إلى عدد من الجرحى، وأغلبها كانت نتيجة ألغام أو قذائف الكاتوشا وصواريخ التجويع التي تدخل من شكل بعيد او قذائف الهوزات، والتي كانت تستهدف في اغلبها منازل الوفاء المواطنين. نعم. طيب، الالغام لا شك انها ربما سببت لكم مشاكل كبيره واعاقتكم من التقدم بصوره اسرع، وكان هناك تصريح لقائد اللواء العميد عدنان الحمادي بان الفرق الهندسيه باشرت نزع الالغام. الحجم الكبير من هذه الألغام، كيف تستطيعون تجاوزه على أمل تحقيق تقدم أكبر؟ رائد محمد، لدينا فرق هندسية مختصة تعمل باستمرار على
الشبكات ونزع هذه الشبكات التي تزرعها الميليشيات، وقد استطعنا تفكيك العديد من هذه الشبكات المتنوعة في أحجامها وفي أشكالها وفي أهدافها، إضافة إلى أن هذه الفرق الهندسية التي تعمل في إطار اللواء هي فرق مؤهلة وقد استطاعت نزع الكثير من مزرعة الميليشيات، والحجم الكبير للألغام والمتفجرات والعبوات التي تلجأ إليها الميليشيات هي دليل قاطع وواضح على الانهيار الكبير في صفوفها وعجزها في ملاكها البشري، تلجأ إلى استخدام الألغام والمتفجرات التي عادة ما يكون أكثر ضحاها من المواطنين، وتشاهدون وعرفتم سابقا كيف تلية استهداف المواطنين وأغلب الضحايا أغلبهم من المواطنين نتيجة هذه العبوات والألغام والمتفجرات. نعم، الآن يعني رائد محمد، أهمية تحرير مديرية الصلب بالنسبة للمعركة بشكل عام على مدينة تعز، أهميتها، مقدار التنسيق بينكم وبين الجبهة في داخل مدينة تعز، وكيف ستنعكس بصورة كاملة على تحرير المحافظة؟ أهمية تحرير هذه المديرية سيكون بالتأكيد له دور كبير في التخلص وفي مواصلة المسار نحو التخلص من بقايا الميليشيات المحاصرة للمدينة، كون هذه العملية انطلقت بالتزامن وبالتنسيق وفق خطة عسكرية مع التحالف العربي وجميع ألوية محور تعز التي كان آخر التبديلات لها في اللقاء الأخير الذي جمع بين القيادة العسكرية لمحور تعز وبين قيادة التحالف العربي في الرياض، حيث قدم التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات العربية دعما واسعا لانطلاق عملية تحرير تعز، كان أبرزها الدعم المباشر للعمليات القتالية في الميدان والمتمثلة في التغطية الجوية التي عملت في استهداف أغلب المواقع التي تمركز بها الميليشيات بشكل دقيق. سببت الميليشيات من خلالها خسائر فادحة في ملكها البشري وأعتادها وألحقها بها هزيمة معنوية كبيرة. نعم نعم، رائد محمد، سؤال أخير فقط الآن، أنتم كقادة ميدانيين والآن في المعارك، ما الذي تحتاجونه بصورة عاجلة وسريعة حتى تواصلوا هذا التقدم الذي حققتموه خلال هذه الفترة؟ ما نحتاجه أغلب ما نحتاجه متواجد لدينا، وهو الجانب أو الشق الأهم الذي يحتاجه المقاتل في مواصلة مهامه، الروح المعنوية العالية للأفراد إيمانهم بعدالة القضية التي يقاتلون من أجلها، إضافة إلى مشاركة أبناء المناطق التي تدر فيها الأحداث ومشاركة في صفوف الجيش الوطني. هناك عامل أهم وهو مستوى التعامل والتواصل بين قيادة الجبهات والأفراد من جهة وبين قيادة اللواء من جهة أخرى، حيث تصل أبسط الطلبات بطريقة مباشرة وتبدين حالاته إلى قيادة اللواء مثلا بال القائد المتواضع العميد بروتن عدنان الحمادي ونزوله الى مستوى كل الافراد في حل اشكالياتهم في طلباتهم في الاصغاء الى مقترحاتهم وكسر حاجز العزله فيما بين الفرد والقائد التي تتطلب الالتفات اليها. ما نحتاجه في الميدان الاشقاء يدركون هذا الجانب، ونحن لدينا ما يكفي لانطلاق ومواصله العمليه وفي تواصل مستمر قيادة اللواء وقيادة محور تعز في تواصل مستمر، وقيادة التحالف العربي أيضا لم تدخل علينا وتلبي كافة الطلبات، وليس هناك أي إشكالية على ما أعتقد، ثم قيادة التحالف لم تدخل علينا في هذا الجانب. أشكرك. نعم، الرائد محمد القريضي نائب ركن التوجيه المعنوي باللواء 35 مدرع، شكرا جزيلا لك، والشكر ايضا ايضا الرائد ناظم العقلاني قائد الكتيبه الاولى باللواء 35 مدرع. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من زوايا الحدث، في الخدام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل ماهر ابو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديده من زوايا الحدث في نفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.